لو كان ينتخبك الشعب رئيس الجمهورية، شنو يكون موقفك من بن علي المنفي في السعودية؟ هو بن علي لم يتقدم لا بملف ولا بطلب، وقال لست أطلب الرجوع إلى بلدي. وإذا طلب؟ إذا طلب يدرس ملفي حسب أوراقه. كيفاش يدرسه؟ في إطار صلاحية الرئيس، الرئيس عنده برشة صلاحيات، ينجم حتى يصدر عفو. العفو الذي يصدره رئيس الدولة رهين الاعتراف بالخطأ ورهين تسوية الأضرار التي حصلت للأفراد والجماعات. وليس لنا ملف في ذلك. كيفاش واحد صدرت عليه المحاكم؟ يجيك ملف، نمشي معك للخ، يجيك ملف نتاع بن علي وقت اللي باش يرجع لتونس، وقت اللي كيفاش تعامل معه؟ وقت اللي يسوي وضعية الذين تم الاعتداء عليهم في زمنه، وقت ينظر في ملفه، وهذا أمر صعب جدا. برهان، عندك تعليق على هذا بالذات؟ لا لا طبعا، هذا متوقع يعني الرد. يعني هذه هي شروط النظر في ملف رئيس. شوف، رئيس الدولة ما هوش روا دو دروا ديفان. رئيس الجمهورية هو رئيس مقيد بقانون، بمصلحة، ببعد نظر، بقدرة على التحليل، بفهم، باحترام المؤسسات التي صدرت من هذه الأحكام. ما يجيش على خاطر هو هكا يمشي يعطي يسنير.